خلينا نروح لبعض قرارات اتحاد الكوره النهارده والتم الاعلان عنها بالشكل الرسمي النهارده. خليني اقول لكم كمان ابرز يعني القرارات لان في قرارات كتير جدا. اول حاجه الانتخابات القادمه لمجلس الجمهوريه ستكون مدتها 4 سنوات، ده امر طبيعي اعتبارا من 20 ديسمبر تم انهاء عمل الجهاز الفني لمنتخب الشباب. لغط كبير جدا في الموضوع ده في الحقيقه واتهامات متبادله دايما. تم تجميد المساحقات الماليه لحين فصل لجنه الانضباط فيما تم خلال المشاركه في التصفيات المؤهله لكاس الامم بتونس، ده فيما يتعلق برضو بالجهاز الفني لمنتخب الشباب والكلام برضو عليه كتير قوي. تم اختيار لجنه لصياغه اللائحه من 4 اعضاء ممثلين للانديه، تمام. تم التعامل مع قرار تاجيل مسابقات الناشئين وده كان غريب شويه القرار ده، من خلال الجهازين الفنيين المنتخبين 2006 و2003 ومناقشه الحلول البديله. هيكون ايه يعني الحلول البديله؟ مش عارف، خلينا نشوف هيفكروا ازاي، بس قرار غريب بصراحه. مباراه جزر القمر ستكون باستاد القاهره بناء على طلب الجهاز الفني للمنتخب. طب هي كده هتكون فين اصلا؟ ده طبيعي يعني. البند الخاص بصرف زياده 10% سنويا للجهاز الفني للمنتخب الوطني موجود في العقد والتزمنا به، مرزق الكابتن حسام البدري. سيد بخيت يتولى اداره المسابقات. كابتن حسام البدري في الحقيقه بقى له سنتين ماسك المنتخب ما لعبش تقريبا 3 4 ماتشات على بعض، بس طبعا مدرب كبير نتمنى له كل التوفيق. سيد بخيت يتولى اداره المسابقات، مفيش مشكله. ما يتردد عن فصل موظفين توفيرا للنفقات غير صحيح، توضيح مهم. خطبنا الجهات المعنيه لتحمل نفقات لقاح كورونا لجميع المسابقات لايقاف نزيف مصروفات المساحات، خطوه مهمه برضو. هناك تعاون كبير مع الانديه بخصوص المستحقات، ماشي. جهات التحقيق تواصل عملها في قضيه اختفاء الكؤوس من الاتحاد، نفسنا نشوف نتائج للتحقيقات دي بشكل سريع لان امر برضو كان يعني مستغرب جدا. اخيرا فتح الباب امام ضم حراس اجانب لم يصبح قرار حتى الان. طيب هو اصلا يعني مين صاحب الاقتراح الغريب ده؟ يعني انا ليه افتح الباب قدام حراس اجانب واحط المنتخب في ازمه او المنتخبات المختلفه في ازمات؟ يعني انت دلوقتي هتسهل الامور على الانديه ان هم يجيبوا حراس اجانب مميزين علشان مثلا ممكن يكون هم عايزين يدعموا الفرقه، فده امر غريب جدا. يعني احنا ملغيين القرار ده من 2008 على ما اتذكر او 2009، وكان اخر حارس اللي هو كاميني حارس حرس الحدود خلص عقده الراجل ومشي يعني. فقرار انا اتمنى ان هم يعني يراجعوه بشكل مميز المسؤولين في اتحاد الكره او اللجنه الثلاثيه الموجوده دلوقتي، ويكون كل شيء بالتنسيق مع الانديه والاهم دايما مصلحه الكره المصريه والمنتخبات المصريه.